خير مشاهدين الكرام، وأجمل صباحات نتمناها لكل الناس اللي يتابعونا. نعرف أنه اليوم الشعب العراقي تقريبا من صغير للكبير بعد مجروح من يوم أمس من مباراة كأس آسيا وخروج العراق من دور 16 بطريقة محزنة وبطريقة مجحفة. ما نمنا صراحة، إحنا ما نايمين يعني. بس هي هذه نتائج كرة القدم، وتصير بها هواية حالات، مرات حالة طبيعية وأحيانا حالة غريبة لازم يتحملها المنتخب، والطريق طويل أمام هذا المنتخب الفتي اللي هو الآن قيد التكوين. عندنا تصفيات كأس العالم اللي هي الأهم نعتبرها، نتمنى أنه التوفيق لكل لاعبي المنتخب العراقي اللي قدم أفضل مباراة وأفضل أداء بكل المباريات اللي قدمها. والدليل أنه إحنا لهذه اللحظة أيمن حسين، واحتمال يستمر هو هداف البطولة بست أهداف، وأيمن ما لعب غير لعبة ونص، والبارحة كانت اللعبة اللي بعدها كل بخمس أهداف بلعبة ونص فقط، لعبتين معها هو جايب ست أهداف، وهذا رقم قياسي للهدافين. نتمنى التوفيق لكل أفراد المنتخب العراقي. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا. مثل ما ذكر بلال، يعني ماكو كلام أكثر ممكن أنه أنا أضيفه على كلامه، بس مع هذا إحنا سعيدين بكم الجماهير اللي كان متواجد اللي ساند المنتخب طيلة أيام البطولة، سعيدين وفرحانين بوصولنا لهذه المرحلة وتأهلنا لهذه المرحلة أيضا، وسعيدين بكل اللحظات الحلوة والساعات الحلوة اللي عشناها على ثلاث مباريات، وأكيد تأهلنا كان بتسع نقاط نظيفة تليق بالمنتخب بحرص وجهود، أبدا ما كانت بسهولة. المشوار قادم أكيد، والطريق راح يكون قادم أفضل، ونتمنى لهم كل التوفيق، وأكيد ما عليهم أي تقصير. أهلا بكم مشاهدينا، والبداية من آخر وأهم الأخبار. أول الأخبار لهذا اليوم نبديها من خسارة منتخبنا الوطني لكرة القدم من نظيره المنتخب الأردني 3-2، مباراة مثيرة شهدت طرد مهاجم منتخبنا أيمن حسين بسبب طريقة احتفاله بتسجيل الهدف، وأحيانا يقولون بسبب مو طريقة وإنما تأخيره بالاحتفال وأخذ وقت أكثر من اللازم، وهذه تبقى أم الحكم هو يقرر ليش طرد أيمن، رغم أنه كانت مشابهة لطريقة احتفال لاعبي المنتخب الأردني، رغم ما بلال كان أكو عداد للوقت بين الاحتفاليين صار أقل. إحنا دقيقة و16، هم دقيقة و30، هم دقيقة و30 ثانية. وبهذه الخسارة القاسية ودع منتخبنا الوطني بطولة أمم آسيا من دور 16 ليتأهل الأردن إلى الدور ربع النهائي، ويواجه منتخب طاجستان. لحظات مؤلمة لجمهورنا الرياضي وغير الرياضي، الكل كان متفائل بهذا المنتخب وسيبقى متفائل، وأكيد ينتظر الوصول إلى أبعد نقطة في مشواره الرياضي. كنا سعادة وفرح بهذا التطور اللي صار بلال بالمنتخب وبهذا الحرص. الكل كان متفق أنه الكرة العراقية تطورت، المنتخب اليوم تقدم أداء إحنا كنا مشتاقين له صراحة. فعلاً فعلاً، صحف عالمية رياضية وغير رياضية مثل صحيفة آس وماركا وغيرها، حتى صفحات مهمة على مواقع التواصل الاجتماعي أرجنتينية وأوروبية وصينية ويابانية وبريطانية، انذهلت من حالة الطرد اللي تعرض لها مهاجم منتخبنا الوطني أيمن حسين خلال مباراة يوم أمس، حيث استغربوا من طرد لاعب وفي مباراة حاسمة فقط لأنه احتفل بطريقة معينة. ووصفت صحيفة آس الإسبانية إقصاء حسين بأنه الطرد الأكثر غرابة في التاريخ، موضحة أن لاعب طرد بسبب حركة تناول طعام
في معلقة موقع سبورت بايبل البريطاني على الحالة ذاتها، وقال إن الحكم الإيراني أشهر البطاقة الصفراء الثانية القاسية للغاية في لحظة حيرت الكثيرين على حد تعبيره، فيما قارنت صفحات على مواقع التواصل بين طريقتي احتفال لاعبي منتخب الأردن وأيمن حسين التي كانت متشابهة، فيما لم يحصل لاعبو الأردن على أي بطاقة أو إنذار. طبعا بعد انتهاء مباراة يوم أمس كان هناك مؤتمر صحفي لمدرب منتخبنا خيسوس كاساس، لكن للأسف حصلت مشاهد من أشخاص يفترض أنهم يمثلون الصحافة والصحفيين العراقيين، قام أحدهم بالتهجم على كاساس بكلمات، وعلى أثر ذلك قرر اتحاد كرة القدم عدم التعامل مع من قام بهذه الفوضى واتباع الإجراءات القانونية بحقهم. وذكر بيان للاتحاد الرياضي لكرة القدم أنه قد يصل إلى خطوات أبعد من ذلك في سبيل الحفاظ على صورة المنتخب الوطني التي ما زالت شامخة، وتمضي إلى الهدف الذي رسمه مبكرا من أجل تحقيقه بدعم لا محدود من الحكومة والجماهير الوفية والإعلام المهني والصحافة المهنية التي لا يرتضي مطلقا تلك التصرفات التي أساءت للعراق قبل أن تسيء للمدرب. في باقي أخبارنا لهذا اليوم، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني بجعل القروض الخاصة بمبادرة ريادة الشبابية الإلكترونية، وذلك لضمان المزيد من الشفافية والسرعة في الإنجاز وتسهيل إجراءات تأسيس الأعمال والشركات الصغيرة أو المتناهية الصغر لضمان استمرارها وديمومتها. وشدد السوداني على ضرورة توفير الدعم المالي الكافي لقروض مشاريع الشباب المشاركين في مبادرة ريادة ومراعاة المشاريع المتناهية الصغر في جداول الموازنات الحكومية اللاحقة، مؤكدا أن رقمنة قروض المشاريع ستسهم في تسويق منتجاتها سواء على صعيد النطاق المحلي أو تصدير المنتجات خارجيا. في الأثناء أعلنت لجنة الثقافة والإعلام النيابية عن نيتها لتعديل قانون حرية التعبير عن الرأي والمضي قدما في تشريعه، حيث أشارت إلى ضرورة إلغاء معظم المواد والفقرات التي تتعلق بالجوانب العقابية بعد جلسة نقاشية بمشاركة عدة لجان نيابية وبالتعاون مع منظمة كردستان لحقوق الإنسان. وأشارت اللجنة إلى أهمية إلغاء معظم المواد والفقرات ذات الطابع العقابي في النص المقترح، مشددة على أن هذه التعديلات ستعزز تحديد حدود الحريات التي يكفلها الدستور. في سياق منفصل، أعلن القائم بالأعمال المؤقت لسفارة جمهورية العراق لدى ليبيا أحمد الصحاف إطلاق سراح 5 مواطنين عراقيين محتجزين في ليبيا لأسباب تتعلق بالهجرة غير الشرعية. وشدد الصحاف على أمن وسلامة المواطنين العراقيين الذين يقعون في شراك شبكات تهريب تجارة البشر، مبينا أن سفارة العراق في طرابلس قد ضاعفت جهودها بالتزامن مع إعادة افتتاحها بعد نحو عقد من الزمن لتزيد من فاعلية المتابعة والجهود صوب أهم الملفات التي تعزز حضور الدبلوماسية العراقية. وأخيرا في أخبارنا لهذا اليوم، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر 10 زمالات تركية للبكالوريوس والماجستير في جامعة أوكان لغير الموظفين، مبينة أن آخر موعد للتقديم هو يوم الخميس 7 من شهر آذار. وأكدت وزارة التعليم في بيان أن المنح الدراسية توسعت بواقع 5 مقاعد للبكالوريوس في تخصصات الطب العام والصيدلة وطب الأسنان، و5 مقاعد للماجستير في الهندسة وإدارة العناية الصحية وإدارة الأعمال.
إلى نشرة الطقس راح نتابع آخر تطورات درجات الحرارة. مشاهدينا، من الطقس إلى حركة المرور في شوارع العاصمة بغداد لصباح هذا اليوم. شهد كمال الترك مهندسة برمجيات وجدت حبها منذ الصغر بمجال الطبخ متأثرة بوالدتها، فقررت بعد إكمال دراستها أن يكون الطبخ مشروع مادي لتتدرج إلى مجال صناعة الكيك الذي كان شغف لها. تفاصيل أكثر بتقرير الزميلة. شكرا. أنا موفرة حتى حشوات غريبة، ممكن الأوريو اللوتس، فأجهز الحشوة وأقط. شكرا جزيلا للزميلة شكرا الفاضل، وكل التوفيق لشهد. مشاهدينا باقين ومكملين وياكم بالعديد من الفقرات بصباحكم لهذا اليوم، لكن بعد الفاصل. زحامات واختناقات مرورية تشهدها شوارع بغداد خلال هاي الفترة نتيجة العمل في مشاريع فك الاختناقات المرورية. بعض المشاريع قد وصلت إلى مراحل متقدمة في الإنجاز، ومنها مشروع تطوير مدخل باب بغداد واسط وطريق مدينة بسماية اللي زارها سابقاً. من ضمن هذا المشروع أو المشاريع هو إنشاء مجسرات قوقانية خاصة عند نقطة التقاء سريع قناة الجيش بسريع محمد القاسم وباتجاه جسر ديالة. ونريد اليوم نشوف شنو آخر أعمال هذا المشروع. رح يكون ويانا الزميل علي مروان، مثل ما تعودنا علي دائما يوافدنا بآخر التطورات وأعمال الصيانة والتأهيل اللي تصير حاليا بمشاريع فك الاختناقات المرورية. علي، كل الأخبار عندك بما يخص مشروع سريع القناة. نعم، صباح الخير عليكم آية وبلال، صباح الخير على كل مشاهدي يو تي في. اليوم احنا موجودين بواحد من المشاريع المهمة في بغداد، مشروع مجاور لمنطقة الأمين على سريع قناة الجيش. هذا المشروع راح يشهد وجود مجسر كبير يعني يربط بين محمد القاسم وسريع قناة الجيش، وأيضا مجسرات صغيرة تعتبر مجسرات عبور من السايد الأيمن إلى الأيسر وبالعكس في سريع قناة الجيش. وهذا المشروع أيضا يضمن وجود نفق مجاور للنفق الموجود في إحدى الأنفاق الموجودة في سريع قناة الجيش. مشروع كبير جار العمل به منذ فترة طويلة، لا زال العمل موجود به، لكن حتى نتحدث عن حيثيات هذا المشروع بشكل عام راح ينضم معايا الأستاذ المهندس أثير نعمة حتى يحدثنا أكثر عن هذا المشروع. صباح الخير عليك أستاذ أثير. ربي يسلمك أستاذ أثير، حدثنا عن هذا المشروع بشكل أوسع. مشروع ربط طريق نهاية محمد القاسم بقناة الجيش، مشروع إن شاء الله راح يكون مشروع ذات يعني فائدة كبيرة للمواطنين، إبعاد الزخم عن فلكة الجبهة. راح يصير عندنا بهذا المشروع مجسر فوقاني بطول
550 متر ينقلك من نهاية محمد القاسم إلى هناة الجيش، ويوجد أيضا نفق ملاصق للنفق الموجود أصلا على من جهة الرستمية بطول 350 متر بدون مقتربات، مع المقتربات يصير 530 متر تقريبا. وعندنا أربع جسور تعبرنا عن القناة، جسور صغار يسمى يوترن أي وبي، هنا عندنا مقابل حي المعلمين، وعندنا اثنين مقابل الكلية العسكرية رايح وجاي باتجاه ويعبرك القناة. كذلك عندنا توسع بالطرق، صارت عندنا بتوسع الطرق الرئيسية اللي كانت هي موجودة وموجودة بالسابق، وعملنا أيضا طرق رئيسية ثانية باتجاه النفق، والاتجاه الثاني باتجاه بغداد العفو وباتجاه الأمين. طيب أستاذ أثير، هل هذا العمل بهذا المشروع ده يأثر على سير المركبات بالشارع في سريع قناة الجيش؟ طريق رئيسي دائما ما يكون مزدحم، ده لاحظ أنه العمل ده يتم حاليا بالجزرة الوسطية، هل ممكن أن يأثر على سير المركبات بالشارع؟ بخصوص يعني سير المركبات على الطرق الرئيسية اللي كانت هي موجودة، هو نفس الطرق ما لعبنا بينا، بس مجرد عندنا صار توسع للطريق من الجهة اليمنى من جهة الحداق والمحرمات، بينما أعمالنا الجديدة احنا النفق مالتنا والتوسعة والشارع الجديد وصار من باطن حوض القناة، يعني دخلنا على القناة من الداخل، بس الطرق الرئيسية بعدها مثل ما هي، وحركة السير مثل ما المصور يصور لنا ماشي حركة السير، ما عندنا ازدحام بالشوارع ولا كوي. صحيح، ده لاحظ هذا الشيء. زيدون، إذا ممكن نتجه نحو المشروع حتى نشوف المواطنين والمشاهدين ما يتم عمله الآن في مشروع ربط قناة الجيش بسريع محمد القاسم بوجود هذه الآليات اللي ده تعمل على النفق حاليا. أستاذ أثير، إذا ممكن نتحدثنا عن جودة المواد المستخدمة بهذا المشروع، هل ممكن أن تقاوم لسنوات طوال؟ المواد الموجودة اللي جاي تجي المشروع كلها مواد داخلة سيطرة نوعية وداخلة فحص ومن مناشة عالمية، وإن شاء الله يعني جومن إلى فترة طويلة من الزمن. طيب، كعمل كساعات عمل بهذا المشروع هل هي كافية لإنجازه بالمدة المقررة، وكم هي المدة المقررة؟ المدة المقررة لإنجاز المشروع هي 360 يوم. فترات العمل عندنا 24 ساعة فترة عمل باليوم الواحد، ثلاث شفتات حسب توجيهات وزير الإسكان والإعمار وتوجيهات مدير دارة الطرق والجسور الأستاذ حسين الموسوي، والعمل مستمر 24 ساعة من ضمن المتابعة من مكاتبهم، والحمد لله والشكر، وندعو من الله بأن يوفقنا بإنجاز المشروع بالوقت المحدد إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أستاذ أثير، تشرفنا بوجودك ويانا، زاحمناك صباحا. إذن مشاهدينا، يعني هذه كل تفاصيل هذا المشروع، مشروع ربط قناة الجيش بطريق سريع محمد القاسم، وبالعكس من خلال هذا المجسر الموجود أمامي الآن، وأيضا توسع للشوارع ووجود نفق، وأيضا مجسرات صغيرة لعبور العجلات من وإلى السيد الأيمن والسيد الأيسر. هذا إحدى المشاريع الموجودة اليوم بسريع القناة، وأيضا هناك مشروع آخر بعد مسافة من هذا المشروع على طريق جسر ديالة باتجاه بسماية. هذا الطريق يشهد يعني وجود تغيرات، يشهد وجود تطوير بتوسعة الشوارع وأيضا بوجود هذه المشاريع. يوم أمس مثلا هناك أيضا تطور بهذا الشارع، أنه سيطرت اللج صارت بعد مدينة بسماية، بالتالي هذا الشيء أيضا راح يخفف من زخم الزحامات الموجودة بهذا الطريق، ممكن أن تتحول الزحامات. يعني هي الفكرة من المشاريع، من مشاريع فك الاختناقات، وهذا إحدى هذه المشاريع، أنه يتحول سير العجلات يعني من طريق واحد إلى ممكن أكثر من طريق من خلال المجسرات والأنفاق اللي يتم عملها بهذه المشاريع. نعم. جيد، أريد أعرف علي، احنا بعدنا متأثرين، بس اليوم اعطيتنا باور يعني ايجابي لهذه المشاريع. شنو هاي المشاريع؟ ايش قد تأثر انت بطريقك؟ ايش قد راح تغير طريقك بوصولك للقناة؟ وخاصة انت عندك تجوال هواية بشوارع بغداد.
أكيد بلال، هي يعني بوجود المشاريع بأكثر من منطقة في بغداد، بالتالي كل شخص ممكن راح يسهل عليه الطريق، إن كان في الكرخ إن كان في الرصافة، هناك مشاريع بالكرخ والرصافة في مختلف المناطق في بغداد، بالتالي الجميع ممكن راح يسهل عليهم الوصول إلى أماكن عملهم، إلى أي مكان ممكن يحبون أنه يتوجهوا له. لكن في هذه الفترة ممكن راح تكون هناك صعوبات بوجود هذه المشاريع، بعد إنجاز هذه المشاريع ممكن أنه يكون الطريق أسلس وأسهل لمرور العجلات في مختلف مناطق بغداد. نلاحظ وجود مثل ما ذكرنا مشاريع بالكرخ والرصافة في مختلف المناطق، بالتالي راح ممكن أنه تخف الزحامات ويتحول سير المركبات من طريق واحد إلى أكثر من طريق. يعني احنا لما نتحدث عن كل هذه المشاريع فهي اكيد الفائدة راح تكون بشكل مباشر للمواطنين. احنا يعني سعيدين بكل هذه الجولات اللي انت تاخذنا بها، يعني صراحة تخلينا دائما اقرب الى الصورة واقرب الى كل هذه المشاريع، وهذه يعني المشاريع جدا مهمة واكيد اهمها سريع القناة. علي مروان كل الشكر لك. بس خلينا نعرف الوقت. نعم، ايش قد التايم هاي المشاريع هسه؟ انت يومية مشوفنا مشروع، يومية مشوفنا صراحة يعني تشويق هذا لهذه المشاريع اللي ممكن تحل هواية أزمات. ايش قد الوقت تقريبا وتبدي يعني تنجز هذه المشاريع؟ يعني بلال كل مشروع يعني لمدة معينة، كل مشروع يحتوي على تفصيلات. نعم، كل مشروع يحتوي على تفصيلات مختلفة، لكن نتحدث عن هذا المشروع المتواجدين به اليوم. ذكر أستاذ أثير أنه مدة الإنجاز هي 360 يوم، لكل مشروع هناك مدة إنجاز معينة، لكن بنفس الوقت هناك تعارضات، إن كانت بجانب الكهرباء، إن كانت بجانب المياه، المجاري الموجودة في المنطقة اللي كان بها المشروع. أغلب المناطق اللي تحتوي على مشاريع مناطق قديمة ممكن صار فترة طويلة أساساتها يعني على ما هي عليه سابقا، بالتالي راح تحتاج إلى تطوير، تحتاج إلى تدخل جهات مختلفة، إن كانت من البلدية، الأمانة، وزارة الكهرباء، الموارد المائية، هناك جهات مختلفة ممكن أن تتدخل حتى تحل مشاكل وتحل تعارضات، تعارض الشركات اللي دا تشتغل حاليا وتعارض إنجاز المشروع بشكل عام، بالتالي أيضا راح تتأخر مدة الإنجاز. يعني هذا المشروع 360 يوم المقرر إلى لإنجازه بشكل تام، لكن ممكن أن تتأخر هذه الفترة أكثر بوجود تعارضات إلى حين حلها من جانب الكهرباء والمياه وغيرها، وهذا الشيء نقدر نعممه على أغلب المشاريع القائمة في بغداد. في حال أنه حلت التعارضات بشكل أسرع راح ينجز المشروع بالمدة المقرر إليه. نعم علي، كل الشكر لك، وأكيد كل ما ذكرت مهم، وأكيد هذه المدة التقريبية اللي يقدموها المهندسين أو أصحاب يعني هذا المشروع يعني أكيد هي راح تكون تقريبية. ما ننسى أنه العوامل اللي ممكن تساهم بتأخر هذه المشاريع. كل الشكر لك مرة ثانية. مشاهدينا باقين ومكملين، راح نروح نشوف شنو محضرنا اليوم كابتن عبد الله من تمارين رياضية. صباح الخير مشاهدي قناة يو تي في، فقرة رياضية صباحية جديدة اليوم. تو مور أسوان أخيرة. جود جاب. كملنا أعزائي المشاهدين راوند 1، نقدر هذا التمارين نعيدها من 5 راوند 4 راوند على حسب الطاقة، على حسب لياقتك، نقدر شوي شوي نزيد من أوزاننا. نختم فقرتنا لهذا اليوم ونرجع وياكم الاستوديو ونلقاكم في حلقة أخرى. شكرا جزيلا كابتن عبد الله على كل هذه التمارين. مشاهدينا باقين ومكملين، راح نروح الى فاصل ونرجع لكم. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. من التفاصيل المهمة التي تتحكم بأناقة السيدة وجمالها مظهرها هي اختيار
تسريحة الشعر المناسبة للمناسبة اللي هي رايحة لها، وأيضا اختيار موديل الملابس أو الفساتين اللي ممكن تكون مناسبة أيضا لهذه المناسبة. لكن الكثيرات يخفتنا أحيانا عن أهمية هذه الخطوة، بالإضافة إلى حسن اختيار التسريحة التي تلائم المكان الذي تقصده كل امرأة. فمثلا الذهاب إلى مناسبة أفراح عائلية تختلف عن الذهاب إلى أكيد مناسبة أصدقاء أو الأقارب وحتى المدرسة. مدرسة شنو؟ أي صاروا بناتي يتفننون بالتسريحات. يعني تسريح المدرسة خاصة بالمدرسة؟ أي يعني الضفيرة هي ما عادت تلبي المطلب. الطموح. أي الطموح. اختيار الخاطئ لتصفيف الشعر والتسريحات قد لا يعطي أفضل مظهر لعدم ملائمتها مع الملابس، وهذا الناقشة في موضوعنا لهذا اليوم. ما اعرف ليش المخرج يعني مستكثر علي احكي بهالمواضيع ما دافتين. طبعا ضيفتنا مصفة الشعر والكوافيره ليلى عبد الامير، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك. اريد بالبدايه ابدي بما انه احنا عندنا ما شاء الله بالفتره الاخيره الشباب عندنا هوايه تزوجوا. يعني نور الدين وأحمد مسؤول الإعداد اللي نعرفهم هذول، فهواية مروا بهاي التجارب، وشباب بعدهم إن شاء الله بالطريق إن شاء الله. فمروا بهاي التجارب، الأغلب يقول إنه أكو مشكلة بالاختيار. صحيح. صير بين الزبونة اللي هي تريد تسوي شعرها بشكل معين وبين الكوافيرة اللي هي تشوف أكو تطور، أكو غير ستايلات جديدة. شلون تقدر الكوافيرة تقنع الزبونة؟ نعم، أكثر الزبائن اللي يجون يعني يحبون التسريحات والمكياج يكون على رأيهم. يعني جايبين فد صورة فشي بأنه أريد هاي التسريحة زين، أريد هذا المكياج. مرات تمر للزبونة ما يلوق لها هذا المكياج، يعني أكو شيء بوجهها ما يصير نفس اللي الصورة اللي هي رايدتها أو شعرها، يعني مثل ما نقول الوجه الضعيف ما يلوق لهاي التسريحة اللي هي رايدتها، أو يكون وجهها عريض، لازم إحنا نحاول نعادل بين التسريحة وشكل الوجه. زين. طبعاً أكو هواي يقتنعون، لا يقتنعون يعني برأي الكوافيرة أو رأي الماكيرة، لازم يقتنعون، بس أكو الكثير من عندهم همينة بدون اقتناع مع الأسف ويصرون على رأيهم، بس بالنهاية هي ما راح تطلع نشاز لو شيء ما حلو. بس إذا تعوف الاختيار الكوافيرة يكون أفضل. يعني هو بالنهاية الموضوع سهل إذا هي اللي سهل. تختار. المشكلة أكو جهات أخرى وأطراف أخرى تتدخل في هذا نعم الموضوع. نعم بالضبط، يعني أكثرهم مقتنعين تقتنع، بس أكو جهات أخرى لا. منها الجهات الأخرى؟ الجهات الأخرى يعني مثل ما نقول المرافقات اللي وياها. ها. الجهات الأخرى المرافقات يعني لا، هذا إحنا نريد هذا الشيء زين، يعني مصرين على هذا الشيء. يعني خلي نقول كمثل صورة موديل أو فنانة معروفة، يعني أنت أكيد ما راح تكون قالب وجهك نفس هاي الفنانة. ما يرهم هاي التسريحة يمكن ما تلوق لك. فأكو يعني أو هو شعرك طبيعته مو راهم طبيعته يعني. أو يمكن يكون شعر خفيف زين، يمكن يكون شعر تخين ما يلوق على التسريحة اللي أنت تريديها. حلو. فنقدر يعني اليوم السيدات أو البنات نعم. المهتمات اللي هن دائما يكونوا مقبلات على زفاف أو ممكن حتى مناسبات نعم. يعني شخصية أصدقاء صديقات، اليوم صاروا هم مواكبين مدى احتياج هذه المناسبة. لو أكو اليوم يعني أنت تلاحظين أنه أكو شيء ثابت أغلب البنات دا يعتمدوا، شنو أنت دا تشوفين حاليا؟ يعني أنت أقرب من عندنا نعم. لهذا العالم. لا الحمد لله، يعني شوف أكثر البنات قاموا يعتنون بنفسهم وبشعرهم. بس نرجع ونقول لا، أكثر الأوقات يعني 90% على المناسبات. على المناسبات. يعني اللي تغير؟ اللي تغير صار الاعتناء اللي تقدر بالصالون تقدر نفسها، بالبيت تقدر يعني تسوي. فأكثرهم يجون يعني قاموا كلش يعني البنات، وأنا حبيت هذا الشيء، يعتنون بنفسهم زين. اعتناء يعني من حيث الاعتناء بالشعر، اعتناء بالشسوار. بس أكو طرق خطأ يسوها بالبيت اللي هي تتلف شعرهم مع الأسف. مثل شنو؟ الشسوار يعني مثل ما يقول بدرجة مستقيمة على الشعر، بدون تغليف الشعر بالسيرومات، بدون الاعتناء بالمعالجات اللي المفروض هي تكون قبل الشسوار. استخدام الكاوية بشكل مستقيم على الشعر المبلل يعني.
يحرق الشعر طبعا ما يصير. لا شلون؟ لازم يكون الشعر جاف، وقبل يكون يعني بعد الاستحمام يكون الشعر مغلف بالسيرم او زيت الشعر، اي ماده تكون لها عنايه بالشعر حسب نوع الشعر. عندنا شعر دهني، عندنا شعر لا جاف، كل شيء له مواده الخاصه. يعني قبل استخدام هذه الشسوار او الكاويه لازم يكون اكو عنايه بالشعر. انت دارسه الموضوع لو شنو؟ نعم طبعا. شو احس يعني اكو معلومات علميه دا تحكين يعني؟ اي طبعا. ولا تنسين موضوع الاصباغ اليوم والتلاعب بصحه الشعر من الجذور، هذا الموضوع حمينا لا ننساه. ايضا صار من ضمن الاسباب اللي تضر الشعر أكيد. او صحه الشعر ممكن احيانا قد تصل الى حتى فروه الراس، يعني ما ننسى هذا الشيء. مع هاي الاجراءات اللي دا يروحون لها البنات، واكيد هي من حقهم من جانب التغيير وغيرها، شلون يقدرون يحافظون على صحه الشعر مع هذه التغيرات اللي دا تصير؟ طبعا ما نقدر احنا نمنعهم عن صبغ الشعر، لان مثل ما يقول او سحب اللون حتى او سحب اللون. بس كل شيء له اعتناء الخاص. يعني سحب الشعر هذا شيء ما ابد ما اوصي يعني يستخدمه او يستفادون من عنده بالبيت، لان الشعر كل شيء درجات. اكو شعر يعني سحب يكون له على البارد، ما يلمس سحب الحار مثل ما نقول بالسيليفون. يعني شو الفرق بين البارد والحار؟ البارد، البارد يكون اقل درجه، يعني نستخدم تعرف عندنا درجات الاكسجين اللي هي ال 20 وال 40، 10 20 40 وحتى ال 60 موجود. القصر البارد يكون على اقل درجه وبدون سيليفون، بدون اي شيء يغطي الشعر. زين. هذا يكون قصر بارد. بس بالحالتين القصر الحار والقصر البارد يحتاج عنايه من الكوافير. هو يحرق الشعر هذا؟ يحرق الشعر. مرات نشوف الشعر اذا تعبان اصلا ما نقدر يعني نسحبه نقصره. واذا تعاند الزبونه؟ تعاند نقصره على البارد، بس يكون بعنايه كلش خاصه. يعني اني مره بيا هيك حاله رغم شعرها تعبان، بس كانت مصره انه تقصر شعرها، بس قصرناه وكلش حلو، يعني ما صار بأي ضرر. دخلنا مادة الأوليبلكس أثناء القصر اللي هي تحافظ على الشعر. زين. ما نقصر الشعر. أكو ألوان ما تجي؟ صح أكو ألوان ما تجي. مثل؟ يعني عندنا السيلفرات وثلجيات على الشعر التعبان ما نقدر. لأن يعني هو تعبان، وهاي الألوان تحتاج لها قصر كلش قوي. وتحتاج إنه شعر صحي أيضاً. صحي وطبيعي أكثر. أصلاً ما ملعوب به يعني مثل بالضبط. ما يقول. لون طبيعي يكون. أي يكون لين حتى من تقصر يحتاج لدرجة قصر كلش قوية. نعم. اليوم إحنا بظل هذه التغييرات اللي تحدثنا عنها، شلون نقدر إنه إحنا نواكب كل الصيحات اللي تصير بعالم تسريحات الشعر والاهتمام بالتسريحة اللي تكون مناسبة لكل مناسبة، مع كل هذه طرق العناية اللي تحدثنا بيها؟ نعم. نتحدث عن صبغ الشعر، نتحدث عن القص وغيرها، وشلون نقدر نحافظ عليه اليوم؟ أكو هذا الاهتمام أيضا. نعم. مع الاهتمام بصحة الشعر، الاهتمام بصيحات التسريحات. نعم. أهم شيء العناية مثل ما ذكرنا قبل، العناية بالشعر حتى تكون التسريحة يعني الشعر لا يكون باهت وبدون رونق. طبعا لازم دائما العناية بالشعر شيء كلش جدا مهم. يعني مثل ما تعتنين بالبشرة تعتنين بالشعر. أثناء التسريحة طبعا راح تطلع جميلة، يكون الشعر بيرونق، بالتالي الاهتمام بالشعر راح يمكن انه هو يخلينا نشوف نتيجة حلوة. نعم طبعا. تسريحة صحية ومجرد ويفي بسيط ينطي للشعر جمالية. اذا شعر ليش دائما نشوف مثلا دول أوروبية تسريحاتهم بسيطة كلش، يعني ما بيها تكلف ما بيها، بينما يعني نشوف يمنا ثلاث علب سبراي مصروف على هذا، كمية من الحركات والتفاصيل هذه، يعني ليش؟ مع الأسف هي هاي يعني هسه طبعا هي راح موديل هاي التسريحات الأوفر كلش أوفر وعالية تكون كثير. لا هسه أكثرهم السمبل الشنيون الاوروبي زين البسيط، بس اكثر الزبائن مثل ما نقول خلينا نقول 60% او اكثر بعدهم على الموضه القديمه. ليش؟ يحسون كل ما يعني تكون بسبب شنو هذا؟ بسبب يعني كثره
التسريحات الأوبر اللي بقت قديمة من قبل أي. الناس قاعدة تعتمدها هسه، ولا ننسى يعني البيئة والمجتمعات تختلف يعني من منطقة لمنطقة يختلف الموديلات. بس هسه يعني احنا بزمن سوشيال ميديا والانفتاح صار واحد أبعد نقطة يشوف أبعد بالضبط. نقطة عليه أكثر التسريحات بعدها يعني أكو أشخاص يطلبون الأوبر أوبر يعني يكون فيكات كلش هواية، تسريحة تكون كلش عالية كلش ضخمة رغم هي راح موديلها أصلا. ولا ننسى أنه شقد هذه المبالغة أو البساطة شقد هي تأثر أحيانا على الشكل بشكل عام. خلينا نتحدث عن هاي النقطة، شقد هي تأثر على ملامح الشكل، هل هي ممكن كفيلة أنه مثلا تعرض الوجه أو العكس بالضبط. مثلا الوجه الضعيف أصلا يعني إحنا كنا نعرف هسه الأعمار الصغيرة بدأت بالزواج، يعني أنا عروسة عندي 2010 يعني 2010 نعم و2011 خطوبتها يعني ما شاء الله. يعني الوجه كلش طفولي. لها شون تشتغليها؟ ما أعرف يعني أنا حتى حرامات خطية شعرها كلش طفولي، يعني وجهها كلش بريء طفولي. هاي ما أقدر أسوي لها تسريحة كلش أوبر وكلش كبير، يعني هو الوجه صغير رح يضيع. زين لازم أعتمدها التسريحة السمبل يعني كلش خفيفة، بس الحمد لله اللي أقنعها وأقول لها لتقتنع. ممتاز ممتاز، يعني إنه كلش أنا حبيت هذا الشيء يقتنعون بالتسريحة، لأن هي طفلة بالتالي. طفلة أي طفلة هاي النقطة. بس وإحنا يؤسفنا أن أنتي تتحدثين بهاي النقطة. نعم. وهذه الملاحظة بلال، أغلب السيدات اللي يجون ضيوف إذا كانت كوافيرة ميك اب عفوا شعر أو ميك اب أرتست هي تتحدث بهذه النقطة للأسف. يعني كلش طبعا والله كلش أنا أنقهر على هيك أعمار وتجي جايبه صوره يعني ممثله، المكياج كلش اوفر، التسريحه كلش اوفر، يعني انت طفله. ولو نرجع نقول هي الراي مو رايها، الراي العام اللي وياها. من هي الراي اللي وياها؟ منو تقريبا؟ امها مثلا، ام زوجها. اي منو اكثر تاثيرا؟ ام الزوجه لو امها؟ لا ام الزوج. ام الزوج نعم تاثر اكثر. تاثر اكثر، طلباتها تختلف. يعني مرات يجون يعني أم الزوجة تكون هي يعني عمرها كبير أي. بالعمر، فيعني معتمدة الموديلات القديمة. زين ليش عليها أصلا؟ تريد تمثلها على لا حبيبتي هذا ما يصير، يعني أنا عندي زبونة أريد لون زيتوني، حتى عدستها أريدها خضرة زيتوني. زين ما يصير طفلة مواليد 2010 شلون تسوي شعرها زيتوني؟ يعني أوكي الزيتوني يعتمد، حتى الألوان تعتمد على أعمار على لون البشرة. زين فما نقدر يعني. من يزعجك أكثر شيء من يجي يعني من مو الزبونة الوياها؟ إي منو؟ أمها لو أم لا العريس؟ لا أمها تكون كلش فقيرة وما تحكي. أمها أم العروسة ايش عجب؟ على المفروض هي أمها، يعني المفروض هي أكثر وحدة تستحي. تتدخل تستحي، يعني مثل ما يقول ما أريد أطلب، حتى العروسة ما تحكي. يعني هم يطلبوا لها، هم يختاروا لها وياها مع ايه. وانتي بس تنتظرين تنتهي ال انا يمكن انا ويا كل زبونة اقعد ساعة ساعة ونص بس اقنع الوياها، بعدين اتجه للعروسة نفسها. العروسة تقول لي قانعة اني، يعني انا شايفة شغلك ويعني اعرف فقانعة، تقول لي بس قنعيها، انا اعرف يعني شنو هي، بس اقنع. بس بالاخير انا ما اسوي على ذوق ام العروس ام الزوج. زين ابد ما اشتغل على رأيك. والله والله تضطرين احيانا تقولين ايه بعدين تشتغلين إيه شيء مقارن. ومن تخلص انا اتصل عليك، من تخلص وتجي تلقى غير لون. ما تزعل؟ لا يعني ما له حق تزعل، لان انا اعرف شنو الموديل هسه وهي عروسه وصغيره، فما اقدر اشتغلها على لونها. اي وصارت نتيجه حلوه يجوز. اي يعني انا ما اقدر، هذا شغلي هذا اسمي. اذا تطلع النتيجه ما حلوه، هذا ردت اتحدث به. المشكله اي نتيجه تطلع او ممكن اي مظهر انت تساهمين بشكل عام، هو اكيد راح يكون باسمك او انه هي طالعه من مكانك انت او من شغلك انت بلمساتك الخاصه. شلون تقدرين تحلين هذه النقطه بنفس الوقت انت تلبين ذوق اللي وياها، بنفس الوقت انت تحافظين على جماليه شغلك، ولازم انه الناس تقول شغل لا اقنعها لان هذا اسمي. هذا يعني اسم صالوني، وما اقدر اشتغلها شغل مو حلو حتى لو كان بطلبها. فاقنعها ولا النتيجه تكون كلش حلوه واو، وهي تفرح اكثر من اللون ارادته. هسه حكينا على الجانب خلينا نقول المزعج بالشغل، نحكي على الجانب الايجابي. شنو اكثر شيء تحبيه
من يجيك الزبون او زبونه من تجيك شنو اكثر شيء؟ انا كلهم احبهم. اي لا صراحة. اكثر شيء يخليك انت تاخذين راحتك تاخذين الالوان. الكتالوج الالوان كلش احب يعني اتفنن بالالوان. حلو. على الخصوص اذا الزبونه يعني عندي زبائن كلش مقتنعين يشوفون شغلي، لا احنا نريد عليك انت سوي الشيء اللي يعجبني اللي يلوق على شعري يلوق على بشرتي سوي، وبالنهايه النتيجه تكون كلش حلوه. اساسا انت تستمتعين من تجيكي بالضبط. انا استمتع بشغلي ويعني احب اشتغل اني بنفسي يعني انا صح اكو عندي يعني يشتغلون، بس بالنسبه للالوان اكون اني يعني مباشره على الالوان اللي أن ما تتحمل اي نعم. لا سامح الله خطا اكيد راح يكلف صحيح. الزبونه هواي. قبل ما نختم يعني اريد من عندك ملاحظات تكون سريعه وحلوه لكل السيدات اللي هم مقبلين على مناسبات اذا كانت نعم. شخصيه او اذا كانت عزومات اقارب وغيرها. نعم. بالنسبة للألوان أنصحهم يبتعدون عن الألوان الأسود والبني والحمارات والحنة حتى تكون يعني أسهل للألوان. بالنسبة للعناية بالشعر يعني أنصحهم يعتنون بالبيت بالشامبوات والمعالجات اللي توالم شعرهم. العناية المستمرة. العناية المستمرة. طبعاً إحنا نشكرك أول شيء، ونتمنى أنه أي إنسانة تدخل بأي مجال تكون ملمة بعملها، مثقفة بكل ما موجود بمهنتها. واليوم أنت دليل صراحة يعني ليلى، دليل على أنه أنت كلش جامعة معلومات حلوة ومثقفة بعملك ودارسة الموضوع، مو مجرد فقط هواية أو موهبة. شكرا كلش نشكرك. شكرا ليلى، نتمنى لك كل التوفيق. شكرا لك مشاهدينا. من هذا المحور راح أروح إلى فاصل قصير ونرجع لكم. أبقوا يعني. مشاهدينا وصلنا وياكم إلى تواصل. في مشهد غير مألوف على الإطلاق، ظهر شبل أسد مسترخيا في سيارة بنتلي فاخرة تتجول في منتجع بتايلاند، وانتشر الفيديو بشكل واسع جدا على وسائل التواصل لا سيما تيك توك حاصدا أكثر من 2.5 مليون مشاهدة خلال اليومين الماضيين، كما أثار حالة استغراب كبيرة. طبعا بموجب القانون التايلندي تم تغريم السيدة اللي كانت معها هذا الحيوان ومبلغ مالي ضخم، فضلا عن عقوبة بالسجن لمدة عام. خلينا نشوف الفيديو. أقدمت ناشطتان في مجال البيئة يوم أمس بخطوة جريئة، حيث قامتا بإلقاء الحساء على لوحة الموناليزا في متحف اللوفر في باريس، مبررتين خطوتهما بالرغبة في تعزيز الوعي بشأن الحق في غذاء صحي ومستدام. طبعا تعد هذه الخطوة ضمن سلسلة عمليات مشابهة جرت في الأشهر الماضية. خلينا نشوف الفيديو. On va vous demander d'évacuer. On est riposte alimentaire et on demande la mise en place de la sécurité sociale de l'alimentation durable. Mmh.
ليس كل ما ينتشر على الانترنت هو صحيح وآمن للتقليد، لكن فوضى الترند والتحديات التي عصفت بمواقع التواصل الاجتماعي دفعت الكثير إلى الانجراف معها للأسف. ففي كوريا الجنوبية تسعى وزارة الغذاء والدواء إلى إقناع الناس لعدم تناول وجبة غريبة تم اختراعها وهي أعواد الأسنان المقلية. انجرحت. هذه الأعواد عبارة عن مواد بلاستيكية يضاف لها لون الطعام الأخضر ثم يتم قليها. خلينا نشوفها أفضل يعني، لأن هذا الموضوع يعني ما أعرف تفاصيله. مشاهدين، هذا كان آخر خبر، وهمزين كان آخر خبر بالتواصل. يعني ما أعرف صراحة، ما فهمنا شنو تفاصيل هذا الموضوع، بس ما أدري ليش دي يروحون يأكلون أعواد. ما أعرف الأكل قليل أو ماكو أكل، يعني يطلعوا من قلبهم أدري، ما أدري. يعني أنا أتمنى أنه هذا الترند ما ينتشر. مشاهدينا، إلى خبرنا أو موضوعنا الآخر المختلف تماما عن هذا الخبر، وهو الانفصال بين الزوجين، خيار يمكن أن يختاره الزوجين عند تفاقم المشاكل بينهما، لكن بعد فترة من الزمن قد يشعر أن آن بالندم فيبدأان بالبحث عن طريق العودة إلى بعضهما. هناك حالات تعالج اجتماعيا وأخرى قانونيا، راح نناقشها في فقرتنا القادمة. إعادة التئام الزوجين بعد الطلاق تعد قضية قانونية تختلف حسب التشريعات في كل بلد وفي كل مذهب. طبعا يجب أن تتبع الأزواج الإجراءات القانونية المحددة في بلدهم لتحقيق ذلك، أما الأسس التشريعية قد تكون مشتركة في بعض الأنظمة القانونية كالتسوية الودية أو الموافقة الحرة دون إكراه أو إجبار الطرفين. اليوم إحنا نريد نعرف الإجراءات القانونية لعودة الزوجين بعد الطلاق، متى يقيد الصلح بين المنفصلين بتدخل القضاء. طبعا أكو قضية، هي هذه يعني قضية العودة، عودة الزوجين مو بس قضائيا، هي قضية عقائدية وقضية بها جانب الديني يتدخل بشكل كبير. فأكو فرق مثلا ما بين المذهب الجعفري والمذهب الحنفي، وراح يصير يعني هواية تفاصيل بالعودة حتى تكون بشكل صح. نرحب بضيفتنا المحامية شهد جبوري. أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا بيك. يعني هذه هسه احنا الطلاق بدنا نحكي به بأكثر من حلقة، وهو مشكلة يعني اليوم دي يعاني منها الشباب والبنات، و لتوصل مرحلة أنه صار شيء مبالغ به، أعداد كبيرة جدا يعني. فريد نحكي على المرحلة اللي ممكن العودة، سهلة العودة قانونيا شرعيا، شو نشوفها؟ هي بصورة عامة إذا رجوع الزوج والزوجة كلش طبيعي، موضوع كلش طبيعي، بس أكيد بي يعني قوانين لازم تطبق زين. وهو الأكثرية هسه احنا طبعا قاعدين نشوف أنه ينفصلون ورا فترة، يعني البعض من عندهم بس هواية بصورة يعني عامة يرجع زوجته، حتى إذا زوج عليها يرجع زوجته. ها هيك اي الأكثرية يعني يروح يتزوج، يتزوج يتركها سنة سنتين بس أول وتالي يرجع لها، يرجع زوجته. هي تقبل؟ اي أكيد الأكثرية يقبلون على مود أولادهم والمعيشة. لعد شو وقت تصير مشكلة وما يصير يرجعون؟ هاي من توصل مشاكلهم بالمحاكم والتدخل الأهل، الأهل لهم نسبة التأثير على الزوج والزوجة نقول 90%. لا أنا أحكي قانونيا. كقانون ما لهم علاقة، القانون ما يتدخل، يوم الزوج والزوجة ما يدرون يرجعون ما حد يعني يوقف مثلا أكو فتح حد.
فاصل، الا اذا طلقها 3 طلقات لازم هي تتزوج من رجل اخر، بس هاي مو متقصده انه تتزوج في سبيل انه ترجع لرجلها، لا، اذا زوجت وصارت مشاكل وانفصلت لها حق ترجع. يعني ورا الـ3 طلقات ما يصير. هاي بكل المذاهب؟ اي هي بصوره عامه. شوف احنا مرات مثلا الزوج ما تكون عنده مثلا رده فعل فينقلها انت طالق ويرجع يتكرر، هاي مرات احنا ما نعتبرها انه تكون حقيقيه، يعني كان بحاله تعصب او مثلا فقدان الوعي، ما يدري بنفسه، ما تنحسب لهم. بس اذا مثلا طلقها بالقانون، مثلا طلقه واحده يقدر يرجعها ثانيه، بس الثالثه هو اساسا منو يحدد انه ما تنحسب لهم؟ يعني ممكن انه هو كان بحاله عصبيه، بس يمكن هي اخذت هذا الموضوع على محمل الجد وهي يمكن طلبت الطلاق، منو يحدد هاي المعايير؟ هي طلبت، اما هو بعد طلقها، شلون هي طلبت الطلاق؟ عفوا لا ما فهمتيني، يعني انه هو كان بحاله عصبيه تمام، بس هي اخذت الموقف بحاله جديه، يعني خلص هذا فكره العصبيه هي مو مبرر لانه اني ممكن اسامحك. صحيح، بس احنا الاكثريه هي مبينه اذا مثلا كان بحاله عصبيه او مثلا بكامل وعيه، انتم تعرفين احنا اكثر الرجال العراقيين من يتعصب بعد يفقد كل شيء ما يشوف قدامه، يقوم يحكي كل شيء مبينه، وهو هاي بعد هو اللي يشيل ذنبه يعني. فهي اداء القاضي كي تسالها كان عصبي، خلينا نتحدث عن النصوص، يسالها اذا كان هادئ فاكيد يعني لا تنحسب، اذا ترجع تمشيها، هي مو بس تمشيها، بس هو هم يسالهم القاضي، وما يسالهم بصيغه انه اخليك ترجعين او ما ترجعين، لا يسالها يتاكد يعني كدين وشرع، احنا ما يصير يسالها كان عصبي او هادئ، فهي اكيد راح تجاوبه على الفعل اللي كان موجود. خلينا نتحدث عن النصوص القانونية اللي هي ممكن احنا نقدر نقول اللي هي تسمح بعودة الزوجين بعد الطلاق او بعد الانفصال، او ممكن حتى قبل لا يصدر حكم القاضي بخلاص اتمام اجراءات الطلاق وخلاص تم الطلاق. خلينا نتحدث عن هذه التفاصيل. قلت لك هو مجرد بعد يطلقها، هو هاي خلاص شرعا مو زوجته، بس كقانون مثلا احنا الاكثرية يطلق سيد ويروح يصدقه بالمحكمة بعد خلاص هذا الطلاق مشى، بعد يعني انتهى الموضوع، تم أخذه بعين الاعتبار خلاص. مرات أكو زوج يطلق زوجته بس تركها يعني بيت أهلها، بعد هي يقول تردين أنت روحي صدقي الطلاق، أنت روحي امشي الإجراءات. يم السيد يعني قصدي؟ أكو يطلقون يم السيد، وأكو مثلا يصير مشاجرة بيناتهم، يقول أنت طالق مثلا، أنت طالق بس لفظي. إي بس هم تعتبر أكيد يعني. نعم، وإحنا اليوم يعني هذا اللفظي يعتبر خلص طلاق؟ إي طبعا هو طلقها، وإحنا اليوم السيد على مود يثبت حقوق الزوجة، إذا يكون يعني مثلا هو مراتها أو غيابي أو مثلا اتفقوا على المخالعة، راح يروحون يم السيد يطلقون. نعم، إحنا اليوم عندنا مشكلة اللي هي فكرة التنازل عن الحقوق. تمام، اليوم هسا هذه الارقام مال الطلاق اللي احنا بنشوفها حاليا او الانفصال، هذه الارقام اللي دا تصير اوكي على ارض الواقع، بس بنفس الوقت احنا عندنا بعد سيدات وعندنا ازواج هم منفصلين تمام، هي ما تريد تطلب الطلاق حتى ما تتنازل عن حقوقها، وهو ايضا الطرف الاخر اني ما اريد اطلق، المشاكل اصلا هي المشكله، هذول خارجين عن التعداد ترى، احنا عندنا ايضا جانب آخر بصورة عامة كله على مود الحقوق. يعني شنو على مود الحقوق؟ يعني مثلا هي اليوم تريد رجلها مثلا وتحبه ومثلا باقي ومتقبلة كل المشاكل والسلبيات اللي يبيه، زين هو ما يريدها، اليوم ما يروح ينطيها حقوقها كشرع وقانون، ينطيها حقوقها ويقولها بعد خلاص روحي أني خلاص راح أنطيج حقوقك الحق اللي علي، وكل من يروح بطريقة هنا شو يسوي؟ يحاربها أشد المحاربات. أبسط شيء يتركها سنة، سنتين، 3 سنوات، 5، أكثر يتركها بيت أهلها، إلا أن هي تروح تطلب الانفصال على مود شنو؟ تتنازل عن كل حقوقها. تتنازل عن الحقوق بالضبط. القانون هنا ما يحميها؟ إحنا هنا عندنا قانون يعني بصورة عامة، عندنا نصوص، بس بصراحة إحنا كمحامين ونشوفها بالمحاكم، هنا القانون ما يجي يخلي الزوج يطلق زوجته غصب إلا إذا محكوم او عندها تقارير طبيه تثبت، وعندها قرار من محكمه العنف، من العنف الاسر انه هو مأذيها كضرب كمثلا كسر، وهم هنا ما يفرق القضاء، ما يفرقون الزوج عن زوجته، بس اذا اكو حكم يعني والحكم يكون يعبر السنتين. برايك يعني حاليا القانون بالعراق مع المراه ولا ضدها؟ شوف هو مساوي، يعني
يعني أنا يمكن المحامية الوحيدة اللي أقول مساوي. وفعلا إحنا ذا اليوم نشوف النصوص هو ناس واحد للزوج وللزوجة، هو قانون مثلا خلينا نقول مثلا مادة 25 هاي نصوصها زين، مو هي تبعت الزوج والزوجة، تبعت الزوج والزوجة زين. بس برأيي إنه أتمنى إيه مو الزوج يعني يغيرون. يختلف يعني الزوج، يعني إحنا نقول الرجال المفروض يعني المرأة شوية ينطوها أكثر لأن هي أضعف، هي الجهة الأضعف من الرجل. قصة أضعف، بس أنا قلت لك أنا أتمنى والله إنه هذا الشيء إحنا قاعد نعيشه المحاكم، نتمنى ينطون حق للمرأة بيوم اللي تريد تنفصل عن زوجها وما تريده خلاص أنا تنازل عن حقوقه. هي الحياة مو إجبار ترى، يعني أنا يوم ما مجبورة أبقى ويا شخص. ما تقدر وحدة تتنازل؟ لا ما تقدر إلا هو يطلقها، يعني هو يتركها يروح يتزوج عليها. هاي إذا إلا بموافقته، يعني هي تقول له أنا أتنازل عن حقوقه أو مثلاً أتمسك حق من حقوقي بشيء واحد مثلاً إيه؟ ونروح ننفصل إلا بموافقته. أنا أعرف بنات يعني موكلاتي إنه ينطوه كل شيء بس في سبيل يعوفها. زين وبالعكس يصير؟ يعني ينطيها أي أكو هواي رجال همين يخافون الله ينطيها حقوقها. لا لا خلاص إذا هو راد يطلق إلا هي توافق؟ لا لا بدون موافقتها. إذن ماكو يعني اليوم عدالة. ماكو قاعد أقول لك بهاي المادة ماكو عدالة أيه. للرجل والمرأة رب العالمين هم يعني ما جبر إنه الزوجة اليوم عندنا آية قرآنية وعندنا ناس إنه اليوم المرأة ما يصير تطلق إذا طلبت الانفصال ما تريد أنا ما أرد أعيش وياك ليش أبقى وياك؟ يعني أنا أتنازل عن حقوقي اللي هو الحاضر والغايب وخلاص. ليش اروح تروح تلتجئ للخيانه تلتجئ لغير اسوالف او غير امور خبن انه انا ما اريده خلاص اتنازل عن حقوقي وعوفه. احنا هنا مثل ما هو اليوم لا اذا ما يريد ينطي حقوقه ويعوفه، واذا مراته اليوم يروح يتزوج عليها ويتركها يتركها بيت اهلها. احنا نتحدث عن مشاكل كبيره ممكن هي توصلنا لهذه النتائج. انت تتحدث عن الخيانه وعن الزواج الثاني وغيرها، بس هذا الموضوع يرجعنا الى نقطة الأساس اللي هي البداية، وهذا اللي احنا دائما نكرره. يمكن انتم ايضا كمحامين وكعاملين يمكن انتم دائما تشددون على ضرورة إعادة النظر بقرار الزواج من البداية بدون تدخل مختلف الأطراف، رغم هذا طابع اجتماعي. نعم احنا مفروض نوعا ما على بعض العوائل، بس فكرة البداية هي هذه من عدها لازم تكون نقطة الحسم. شوفي أكثر العالم يعتبر المحامي مجرد يريد يشتغل، إحنا أكثر ناس إحنا المحامين أكثر أشخاص، إحنا ما نعمم وما نقول أكثر يعني أشخاص يحاولون يسوون صلح بين الزوج والزوجة هو المحامي. بس بنفس الوقت أكو بعض لا أصدقي الشخصيات اللي كمحامية بالمحاكم أشوف يمكن أنت ما صادفة لا حتى ويا الخصم نحاول دائما نقف على صفحة شنو المشاكل بيناتهم، نحاول نرجعهم ندخل يم الباحثة نحكي وياهم شنو المشاكل اللي قاعد تواجهكم، شنو الأشياء، وإحنا ياما وياما إنه صلحنا سوينا صلح بين الزوج والزوجة. يصير يعني أكيد الباحثة مرات القاضي همينه يقول لي ليش ما تصالحون ليش ما ترجع أنت مبينة تحبين أنت مبينة تحبها ويرجعون كلش طبيعي. حلو يعني مو أي واحد يتجي معناها الطلاق اللي دي يصير خلينا نقول بالأكثر مو على اسباب مهمه. لا مو على اسباب مهمه، بحالات بالعكس. غضب او ممكن شوفي احنا مو مساله غضب يعني قله وعي يعني احس هيك يعني صراحه يعني طلاق مو شيء سهل ترى. اي صحيح بس هم عندهم خاصه اذا اكو اطفال صغار ايه. ويزوجوهم لهذا السبب ما يهتمون. يعني مثلا شنو المواد 2005 متزوج مرتين مطلق ومتزوج ثاني 2005 اي على اساس زين انتم الاهل شلون انطيتوا مره اللي هيك شخص طفل شلون انطيتوا؟ فهاي الخطأ مين يجي؟ مو من الأولاد، هم هسه سن المراهقة والله بدلة هو عريس وزوجة وزوج، بس منو الأساس؟ الأهل. الأهل يوم إذا أنا ما أنطى بنتي أو أنا علم ابني ما يتزوج هو صغير أكيد هذا إلى طابع كلش كبير. يعني بصراحة أنت أكثر يعني أقرب من عندنا لهاي القضايا وتشوفين يومية أعتقد هيك أشياء. أريد يا ريت أنت يعني تنطينا ملاحظات مهمة. المحامي هو يعني جهة مهمة لليوم للمجتمع، فيا ريت أنت من خلال تجاربك ومن خلال رؤيتك تنطينا فد ملاحظات مهمة اليوم للي دا شوفي شنو الصح شنو الغلط شنو اللي دا يتكرر ودا يصير به خطأ. شوف أول شيء أي
وهاي نقطة مهمة. شو بصراحة؟ أي طبعًا. إيه؟ كلش صريحة أنا ويا المشاهدين، يعني هذا واقع إحنا قاعدين نعيشه. أول شيء ونقطة مهمة، اليوم الزوجة إذا ما رادتك ما تريدك وما تريد تستمر وياك، ليش تقيد حياتها؟ خلص أنطيها مطلق الحرية على مود. شيء ضايجة من الرجال. لا بالعكس أني للاثنين، يعني هو الزوج. لا لا هيك أحس يعني شايفة هواية ظلم للمرأة صاير قدامك هيجي شيء. لا هنا هم أكو بنات ظالمات وأكو رجال ظالمين، هما الطرفين يعني. هسا إحنا من حد الشخص معين، بالعكس أكو رجال يعني والله هسا رح أحكي لك قصة فشي تتعجب عليها، وهم الطرفين ترى أكو يتحملون وأكو ما يتحملون. اليوم الزوج إذا زوجته مراته خلص أنا أنطيها مطلق الحرية إنه تروح تعيش حياتها. ليش أخليها تخوني؟ ليش أخليها تهمني، تكرهني، تحقد علي وعلى أهلي وتسبب لي مشاكل؟ لأن الزوج هنا اليوم من مرة زوجته راح يروح يزوج عليها، راح يعيش حياته اللي هي اللي هو العفو رايدها عاجبته. هنا ايش راح يسوي؟ راح يخلي الزوجة يقيد أول شيء حريتها، وثاني شيء أذيها. ترى اليوم المرة من تعيش تتدمر. هسا حكينا هاي القصة حتى نختم بها الحلقة. خابرني مرة رجل ما رد أذكر التفاصيل طبعا كلها، قال لي ست أنه أني أريد أطلق. قلت له شنو السبب؟ أنا دائما يعني أتعمق بهاي الأمور. قلت له شنو السبب؟ قال لي والله شحكي لك بصراحة هي خانتني. قلت له خانتك؟ قال لي إيه. قلت له شلون؟ إيش مدري؟ قال لي عرفت تحكي بالتليفون. زين. قلت له شلون؟ قال والله دخلت لي البيت ودق التليفون فتحته وطلع ولد وهي خافت من عنده وحكت لي. قلت له سؤال، قال لي جواب. قلت له أنت تخونها؟ قال لي إيه. قلت له بعلمها؟ قال لي إيه. قلت له زين أنت مهتم بيها؟ تطلعها، تدخلها، تجيب لها هدايا، سمعها كلام حلو بقصافن. قال لي شنو قصدك؟ قلت له أنت شنو الإجراء هسه أول شيء سويته؟ قال لي رحت قلت حكيت العشيرتي. قلت له شنو يعني حكيت العشيرتي؟ لا اسمع. قال رحت حكيت العشيرتي وجيب الشيخ عشيرتنا وقلت له يابا ترى هاي خانتنا وقعدنا وياهم. قلت له يا شيخ عشيرتكم نسوانا ما سوون مصايب وضمضموا لهم؟ كان قال لي شلون يعني؟ قلت له يعني انت مرتك اليوم خانتك وغطت لين انت هاملها وتخونها قدامها وعايفها وتجرح بيها ومؤذيها تريدها هي تقعد تنتظرك؟ احنا نحكي الواقع. ترى المره اليوم من تنهمل هذا واقع، يعني من تنهمل المره اليوم. لا بس احنا ما نسوي الغطا بخطا صح، يعني بس انا اليوم اي صح، بس انا اليوم كرجل اذا عايف زوجتي هذا احنا ليش نجامل نفسنا؟ كلش شايفه قضايا ضد احنا ليش اليوم نجامل نجامل المشاهد ونجامل نفسنا؟ انت اليوم عايفها وعايف بيتك وعايف اسرتك وتصرف على غير امور وعلى على البنات وتصرف وتتزوج وتطب وتطلع. نعم. شو تريد مثلا تنتظرك؟ تريد مثلا انه تبقى تكون زوجه صالحه لك؟ اكيد راح تتجه يعني للنقص اللي هي عايشته. صراحه المفروض يكون اكو وعي اكثر، المفروض اكو بالضبط تفكير ومسؤوليه على الاقل. خلال كلامك اكو شويه قله بالمسؤوليه. فانا ايش قلت له؟ قلت له زين الشيخ عشيرتكم حكالك سوالف نسوانهم المشاكل بناتهم؟ قال لي لا. قلت له زين انت ما راح تفضحت مرتكم اولادك يا شيخ العشيره ويا امها؟ شو استفادت؟ شو اللي استفادت؟ رجعتيهم؟ طبعا اكيد هو خابرني ورا اسبوع يقول لي انا ما اعرف شلون اشكرك ما اعرف شلون انا كلش فرحته بصراحه. قال لي راح اجيب لك هديه واجي ست. قلت له لا انت مجرد رجعتوا هاي الحديث طويل عن القصص. رجعتهم وقطعه رزق. نعم. لا انا بالزواج والله كل مشاهدين ومتابعين يعرفون انا بالزواج دائما احاول اصلحهم، وانا اصلا يعني ما يحتاج اني اشتغل احوال شخصيه، يعني احنا محامين اكبر من هذا الشيء. احنا مو اليوم واقفين بس على الزواج وعلى الطلاق، احنا دعاوينا اكثر من هاي الامور. صح زواج. نعم كلش نشكرك. شكرا جزيلا لك ست شهد، اتمنى لك كل التوفيق. شكرا لك مشاهدينا، وصلنا وياكم الى ختام صباحكم لهذا اليوم، نلتقيكم يوم غد على نفس الموعد في امان الله. هذا انذار لاي حكم يجي علينا بالمباراه الجايه بتصفيات كاس العالم، وهذا طرد للحكم الايراني وما نريدك ابد بعد تحكم منه، دخيلك عوفنا بحالنا.